Thank you so much. I love you, Habibi. I love you, Habibi. كنت أواجه مشاكل نفسية لفترة طويلة لأنه كنت رافض أنه أتقبل نفسي. هذا كانت واحدة من الأكثر الأشياء صراعا في نفسي، لأنك تعتبر من أهل البيت وحافظ القرآن ومتربي من عالم الدينة، وتطلع مثلي علني. يعني طالعت على الجدر ممكن 30 ثانية، حسيت كأنها 30 يوم. قلت لها وإذا كنت جاي؟ لا أنا ما عندي ولد جاي، أنا بنراجعك السعودية، إحنا بنزوجك amazing. So of course, like, I swiped to connect and then we matched. And so he reached out to me and sent me a message, and I didn't message him back because I was like really intimidated. I was like, wow, this guy is really cool. Like, I don't, what could I offer him? Like, what could I say to him? محظوظ جدا بانه كان عندي الفرصة إنه مو بس إنه أكتشف نفسي، بس أكتشف نفسي مع كريستوفر.